السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض الوك ثرو. الوك ثرو ده يعني إيه؟ يعني أنا هتمشى جوه المبنى، المشروع اتعمل فأنا عايز أخرج فيديو أوري الناس إزاي لو أنت هتمشى في المشروع هتشوف إيه. تمام؟ فده مشروع صغير كنت أنا عملته، فيلا. ربنا يرزق كل واحد كده في فيلا إن شاء الله يقعد فيها كده، يعبد ربنا كده ويبعد عن السياسة اللي صدعتنا. تمام. طيب عشان أبدأ أشتغل على الوك ثرو باجي فوق بلاقي ديفولت 3 دي فيو، ده لما اجي احب اشوف المبنى 3 دي. كاميرا لما احب اشوف صوره معينه، انا ممكن ديفولت 3 دي فيو هجيب لي المبنى 3 دي. الكاميرا اهو هنا مثلا، واسحب خلاص بشوف المبنى لقطه معينه. هاجي هنا هقول له خليها ريلستيك بحيث ان انا اشوفها بدقه اكبر. ممكن اقول له انا عايز اعمل ريندر للصوره ابريش شاي. ليه ابريش شاي بيبقى ريندر؟ بيرمز للريندر. كان في واحد طالب بيعمل زي دراسه معينه وكان عايز يختار شكل غريب شويه مختلف شويه بحيث ان هو يعكس يدرس الانعكاسات بتاع الضوء، فكان قاعد مع زوجته ابريش شاي بيشربه، فراح عمل الدراسه على ابريش شاي وبدأ في 3 دي ماكس يستخدمه 3 دي يستخدمه الابريش شاي كأنه رمز للرندر، وحطوه بحيث ان انت ممكن تشكل بدون اشكال. يعني انت ممكن ترسم مستطيل، قصدي ترسم مكعب، ترسم دورية، ترسم اي شكل، ومن ضمن الاشكال الاساسية اللي موجودة في 3 دي ماكس ابريش شاي. وهنا برضو بالريفت ابريش شاي برمز للرندر، شو رندر، بدوس رندر واعمل رندر. خلينا دلوقتي في الكترو، هاجي دلوقتي اقول له ووك ثرو. طيب انت عايز مني عشان تعمل الووك ثرو؟ انا بحط الكي فريم الاساسي الماستر، يعني هقول له مثلا اول نقطه عندي هنا، طب تاني نقطه هنا، طب تالت نقطه بفرض ان انا عايز الف حوالين المبنى، هاجي ادوس هنا هنا هنا. طب ده على ارتفاع كام؟ ده على ارتفاع 1750. طب غيرها خليها مثلا 2500، ده انا كده بطلع بالارتفاع بتاعي اهي كده كده. وممكن ادخل جوه المبنى، ممكن وانا شغال اقول له طب انا عايز اطلع قوي، خليني اللقطه الجايه دي من الفيرست. تمام، وخليها مثلا 1500. تمام، عايز تدخل جوه المبنى مفيش اي مشكله خالص، براحتك اهو، شوف ايه اللي جوه المبنى. ماشي، ده على سبيل المثال. ممكن طبعا تيجي هنا عند السلالم ديت نعمل ووك ثرو تاني، دي اول نقطه تاني نقطه، وتغير الارتفاع وتيجي هنا برضو، وهنا تلاقي نفسك في الدور الاولاني. يبقى انت كده عملت ووك ثرو طالع السلم. طيب انا عايز اشوف الووك ثرو دوت، هقول له ايه؟ هقول له اديت ووك ثرو، اوبن ووك ثرو. تمام، ظهر معايا. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ ببساطة افتح الاثنين مع بعض، خلي ده كده عشان نشوف الفكرة. طيب انا هنا واقف على الفريم، واقف على الفريم 300. طب انا عايز اقف على الفريم اللي هو واحد، اجي هنا اقول له ايه؟ واحد. تمام كده حصل ايه؟ هنا جاب لي الفريم واحد، ده اول فريم هيظهر عندي، ده اللقطه اللي هتظهر معايا. تمام، وهنا جاب لي الفريم واحد ان انا اقدر اعدل فيه لو انا عايز اعدل حاجه. تمام، هنشوف الموضوع ده مع بعض. طيب خلينا اجي هنا اديت وكسره، اقول له انا عايز نيكست كي فريم. ايه اللي حصل؟ نقلني للكي فريم الثاني وجاب لي صوره للكي فريم اللي بعد كده. طب ايه اللي يحصل بين الاثنين دول؟ زي ما كان بيحصل في الرسوم المتحركه. الرسوم المتحركه كان بيحصل ايه؟ كان الراجل بيجي يرسم اول فريم اساسي وبعد كده بيرسم تاني فريم اساسي، وبيجي المساعدين بتاعه يرسموا الحاجه اللي بينهم. بعد كده اتطور الموضوع بقى، بيرسم اول واحد وبيرسم تاني واحد والكمبيوتر بيرسم اللي بينهم، رفض هو المساعدين بتوعه. تمام، فانا لما اقول له بلاي بص اللي هيحصل هنا،
هي تقيلة فمش مش ظهر. طيب خلينا نعملها تاني. نو طيب خلينا بقى مركزين على دوت واقول له ايه بلاي. بص اللي حصل، كل الفرمات ديت دي فرمات هو عملها من اول لقطه للقطه الثانيه، بدا يشوف الحاجات ايه الفرعيه. طيب انا هاجي هنا واجي ابص ايه الحاجات اللي انا ممكن اعدل فيها. انا مسطب ادنس كتيره، فعشان كده القائمه اللي انا المفروض اشتغل عليها مختفيه. تمام. طيب انا ممكن اجي اشغل ايه اكتف كاميرا. يعني ايه اكتف كاميرا؟ يعني انا ابدا اعدل في الكاميرا. تعال كده نعدل في الكاميرا مع بعض. انا كده بعدل الاتجاه اللي هبص فيه. تمام. خليها تيجي كده شويه. شايف الدوريه الصغيره دي؟ دي انا بتحكم فيها، انا هبص على الناحيه. تمام. دي اسمها التارجت بوينت، بقول له خليها الناحيه دي. طب هات لي الكي فريم اللي بعديه اللي هو دوت، خليه يبص لي كده. طب الكي فريم اللي بعديه، اه بص اللي حصل، بيبص بره خالص. ده بيبص على ايه دوت؟ لا اتهالي كده. تمام. طيب الكي فريم اللي بعديه، اه اتهولي كده. طيب هات لي بقى الكي فريم اللي بعديه، خليه يشوف حاجه. يعني مش معقول يكون الفيلا جنبيه وعمال يبص على الشارع، يعني هيبص على ايه؟ نيكست كي فريم. ودي مستوى الرؤية بتاعي، ممكن اجيبه كده وممكن اجيبه كده وممكن الغيه خالص. ممكن اجي في الخصائص بتاعتي واقول له ايه الفار كليب اوفست، الغيه خالص، الاكتف بتاعه ما خلوش شغال اصلا. هنا الاوفست ده ممكن اكبره او اصغره، وممكن الغيه خالص بحيث ان هو يشوف اخر حاجه هو ممكن يشوفها. تمام. يعني خلينا مثلا اقول دوت نغيره، ممكن نغيره من الرقم على طول او نغيره من هنا. طب انا لو جبته كده مثلا، ماشي. طيب لو قلت له فار كليب ما تخلوش اكتف، في حاجات كانت مختفيه بدات تظهر. تمام. ففار كليب اكتف، لما بشيل العلامه ببدا اشوف ايه كل حاجه. تمام. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعدل في الباص. يعني اعدل في الباص، يعني ممكن اخليه كده مثلا، اجيبه كده شويه. تمام. تعديل مسار خارطة الطريق اللي قفلنا بيها. ايد كي فريم، بزود كي فريم تاني. يعني ممكن مثلا ايه، انا عايز لا ده هنا بالذات الف لفه معينه، اروح مزود كي فريم كمان. تمام. ريموف كي فريم، لو في كي فريم انا شايفه غلط اروح ايه شايف. تمام. وطول ما انا ممكن في اي نقطه فيهم اجي عليها واروح معدل فيها زي ما انا عايز. تمام. بحيث ان تطلع وتنزل زي ما انت عايز. تمام. طيب انا دلوقتي عملت الشكل دوت، ممكن اجي هنا اقول له رياليستيك او ري تريك حسب الشغل بتاعي، بحيث ايه اشوف الجودة بتاعتي. طيب وابدا اعدل المسار ده. جيمس بوند، حتى حاسس واحد جيمس بوند. ماشي. طبعا الفيلا دي في الخليج، فهبدا اغير فيها وابدا اظبط فيها. في حاجات هنا بانت معايا في الوك ثرو، هبدا اظبط زي ما انا عايز. تمام. ده مجرد بس ايه حاجه بسيطه في الوك ثرو. تمام. ممكن لو انا عايز اقول له قتل الفريم رقم واحد، اقول له بقى وريني بقى الشغل. هو يجي يقرب من الفيلا، هو هيلف حوالين الفيلا. تمام. هو كارت الجرافيك ضعيف شوية، فعشان كده الشغل مش باين قوي. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي لو عايز اعدل الوقت، حاسس ان الوقت كتير او الوقت قليل او اي حاجة من الحاجات ديت، اجي هنا على رقم 300 دوت. تمام. وممكن ابدا اكبر الوقت او اقول له الفريمز بير سكند. يعني ممكن اقول له ايه خلي لي الوقت ده 3000، فكده الوقت هيكتر معايا. تمام. الفريم بير سكند كام فريم في الثانيه؟ هو هنا عامل 15، ممكن اقول له خلوه مثلا 5، بخمس فريمات في الثانيه. هنا يونيفورم سبيد، يعني ممكن دول كلهم السرعه بتاعتهم ثابته. ممكن اجي اقول له لا ده انا هنا عايز
ده ياخد وقت اكتر، ده ياخد وقت اقل، ابدا اتحكم في السرعه، ممكن اوقفه شويه، خليه يستناني شويه لحد ايه حاجه تانية تنفس، يعني عايز مثلا يقف على لقطه معينه بحيث ايه عايز اركز عليها شويه. وبعد كده بعد ما بخلص باجي اقول له ايه اكسبورت، واصدر المشروع بتاعي واكسروه. باجي هنا اشوف انا عايز كل الفريمات ولا فريمات معينه، وعايز الفيجوال ستايل بتاعي ايه، ريندر ولا رياليستيك ولا هيدن ولا واير فريم. طبعا ممكن تعملها واير فريم بس مجرد ان انت تشوفها تشوف في غلطات ولا لا، او هيدن لاين حتى، يعني ممكن تعملها مثلا هيدن لاين في الاول جوده بسيطه خالص لحد ما تتاكد هو ده اللي انت عايزه ولا لا، ممكن تعملها شديد مثلا، وبالاخر خالص بتطلع شغلك لا اما رياليستيك لا اما ريندرنج عشان تديه للزبون بتاعك. الدايمنشن من كام لكام، عايز تعمل زوم قد ايه، عايز تحط تايم اند داتا ستامب ولا لا، وتقول له اوكي، هيقول لك عايز تضغط الشغل ولا مش عايز تضغطه، بحسب بقى ما انت عايز. اما اقول له مثلا ديسكتوب اقول له ايه سيف. دي فكرة الوك ثرو ببساطة، وربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله. أخوكم عمر سليم.